بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من جديد. من بعد ما شفنا في الفيديو الاول وهضرنا شويه على الاتصال في نقطه والاتصال على اليمين وعلى اليسار، المهم شفنا دي زيكزامبل اللي نتمنى انكم فهمتوهم شويه. المهم دابا ننتقل لحاجه اخرى والاتصال على مجال. بما ان المجال مجموعه من النقاط، يعني باش نبينوا ان واحد الاف متصله على واحد المجال خصنا نبينوا ان متصله في كاع النقاط ديال هذا المجال. بكل بساطه قرا واش كيقولوا لنا هنا، قال لك تكون اف داله متصله على مجال مفتوح أو بي إذا كانت إف متصلة في كل عنصر من هاد المجال، داكشي اللي قلنا دابا. ثانيا قال لك تكون إف دالة متصلة على مجال أب بي مغلق، ياك إذا كانت إف متصلة على مجال مفتوح أب بي مفيش لي زيليمون أو بي، زائد أن إف تكون متصلة على اليمين في أ أو متصلة على اليسار في بي. باينة، يعني عندنا واحد لانترفال هذا أ بي. إذا كنا كنهضرو على لانترفال محلول مفتوح أب بي، يعني أ مكيناش و بي مكيناش، اش كنديرو؟ كندرسو الاتصال على النقط اللي كاينين هنا. يعني خص تكون اف متصله في كل النقط اللي صغر من بي وكبر من ا، يعني كاع النقط اللي هنا. بالنسبه للانترفال ا بي مغلق نفس الحاجه، يعني تكون اف متصله على كاع النقاط، على كل النقاط اللي صار من بي وكبر من ا، زائد شنو؟ اف تكون متصله على اليمين في ا وعلى اليسار في بي. من بعد غنشوفو واحد فقرة أخرى اللي هي العملية على الدوال المتصلة. قال لك لتكون اف و جي دولتين دالتين متصلتين على مجال اي و كا، هذا الحقيقي. قال لك الدوال اف بلس جي اف و جي و كا اف متصلة على مجال اي، يعني إذا كانت اف و جي متصلين على اي راه لا صوم ديالهم الجمع ديالهم اف زائد جي و الضرب ديالهم اف و جي، و إلا هزينا اف و ضربناه في واحد العدد الحقيقي كا راه كتبقى متصلة على مجال اي. ثاني حاجة، إذا كانت جي لا تنعدم على إي فإن الدالتين أ سيغ جي و إف سيغ جي متصلتين على مجال إي. هاد الشرط ديال لا تنعدم حيت ميمكنش يكون عندنا الصفر في المقام، داكشي علاش حطينا هاد الشرط هذا، يعني أمور باينة. من بعد عندنا نتائج، قالي كل دالة حدودية متصلة على إر، يعني أي دالة كتعطينا من إكس كتعطينا دالة حدودية إكس أس خمسة زائد ستة إكس زائد ستة إكس أس ربعة زائد سبعة إكس أس ثلاثة إلى آخره، دالة متصلة على إر، ما عندناش مشكل، ماشي شغلنا. بمجرد تلقى دالة حدودية راه متصلة على إر. قالك كل دالة جذرية متصلة على مجموعة التعريف ديالها، يعني الدالة الجذرية خصنا نحددو ليها مجموعة التعريف ديالها، داكشي اللي شفنا في السانكيام تقريبا ولا السيزيام. مجموعة التعريف فاش كنحددو ليها مجموعة التعريف ديالها راه هي متصلة على مجموعة التعريف ديالها بكل بساطة. وعندنا الدالة إكس كتمشي لغاسين دو إكس متصلة على إر بلوس، علاش؟ حيت إكس غاسين دو إكس دي دو إف ديالها مجموعة التعريف الدالة غاسين دو إكس هي إر بلوس. داكشي علاش كنقولو بأن الدالة إكس كتمشي لغاسين دو إكس متصلة على إر بلوس. الدالتان اكس سينوس دو اكس و اكس كوز دو اكس متصلتان على ار، ما كاينش مشكل لا في الزيرو ولا في بلس لانفيني، ما عندناش مشكل في كوسينوس لا كاين مشكل في لانفيني في الليميت، المهم ما عليناش. بالنسبه لاكس كتمشي سينوس دو اكس و اكس كتمشي كوسينوس دو اكس متصلين على ار، ما عندناش مشكل. ديما اكس كتعطيك سينوس دو اكس و اكس كتعطيك كوس اكس، هادو بجوج متصلتين، فكرش بزاف سيغ ار على ار على ار. بالنسبة للدالة طونجونت اللي فيها واحد المشكل، شنو هو الطونجونت؟ طونجونت دو اكس كتساوي سينوس دو اكس على كوس دي دو اكس، ياك حنا عندنا سينوس دو اكس و كوسينوس دو اكس متصلين على ار، غتقول لي بان الطونجونت هي متصلة على ار، ولكن لا، خصنا نردو البال. اش قال لنا هنا؟ قال لك اذا كانت جي لا تنعدم، عاد كنقولوا بان هذه متصله وهذه متصله كيعطيونا هذه متصله. دونك سينوس متصله وكوسينوس متصله، ولكن شنو هو الشرط؟
الشرط خاص الكوسينوس دو اكس لكي تكون طانجنت متصلة يجب على أن كوسينوس دو اكس يكون مختلف يخالف الصفر، يخالف الصفر. كوسينوس دو اكس انت كيساوي الصفر، كيساوي الصفر فين؟ بي سور دو او موان بي سور دو. وباش نكتبوا هاد الحالات كامل حيت عندنا الدائرة المثلثية، هنا عندنا بي سور دو وهنا عندنا موان بي سور دو. الكوسينوس كينعدم في هاد النقطة وهادي، يعني هادي وغنضربو تاني دورة وهادي، وفي نفس الوقت تاني هادي ضرب دورة غترجع ليها، ضرب دورة غترجع ليها. يعني باش نكتبو هاد المجموعة هادي اشنا هي؟ هي بي سور دو بلس كا بي، حيت كا واحد العدد الفون واحد العدد كينتمي للزيد. دونك طونجونت معرفة، طونجونت دو اكس معرفة على ار، محرومة مناش؟ محرومة من بي سور دو بلس كا بي، بحيت كا واحد الزيد واحد العدد كينتمي للأعداد النسبية. بين هذا هو هادشي، نحيدو هاد لي بوان هادو لي كاينين هنا. دابا نشوفو واحد المثال لي كيجمع لنا هادشي لي قلنا. واحد الفونكسيون اف لي اكس كتساوي واحد اكس اس تلاتة بلس دوز اكس بلس ان بلس سينوس اكس. دابا إلا قاليك درس ليا الاتصال ديال هاد لافونكسيون هادي، ما يقدرش تجينيش تقول لي اف راه كونتيني ولا. أول حاجة خصك تقسمها، كنلاحظو بأن هادي واحد الحدودية وهذا السينوس. حنا كنعرفو بأن اكس كتعطينا اكس تلاتة بلس دوز اكس بلس ان، هادي دالة متصلة على ار، على ار ما عندناش مشكل حيت حدودية. شمعناه لكل دالة حدودية متصلة على ار. وعندنا تاني اكس كنعطيوها سينوس دو اكس متصلة على ار، تا هي شمعناه فين هي؟ قالك الدالة اكس كنعطيوها سينوس دو اكس متصلة على ار. وغنجيو نطبقو بأن قالك إلا كانت اف و جي دالتها متصلتين على مجال اي، يعني الدالة اف بلس جي متصلة، يعني من هادي و هادي غتعطينا بأن اف لي اكس دالة متصلة على ار. واضح. من بعد شنو دابا؟ قالك اتصال مركب دالتين، يعني جي غون اف. قالك إلا كانت اف دالة متصلة على واحد المجال اي و جي متصل على واحد المجال جي، بحيث اف دو اي ضمن جي فان جي غون اف متصل على المجال جي. دابا عندنا واحد الدالة اف كتمشي من اي كال اف دو اي، الصورة ديال المجال. عندنا واحد الدالة جي كتمشي من واحد المجال جي كال اف دو جي، تال جي دو جي. شنو شغل نافي؟ شنو هو الشرط اللي عطينا؟ قالك اف دو اي ضمن جي، يعني الصورة ديال هاد اي راه ضمن جي. ياك اش قال لك؟ قال لك بان جي اون اف متصل على المجال اي. اصلا باش نعرفوا جي اون اف، ان اف كتمشي من اي حتى الاف دو اي، وهاد اف دو اي راه ديمنا جي، الداله جي كتمشي من جي حتى الاف دو دي حتى جي دو جي، هذه هي الداله جي. يعني جي اون اف شنو هو مجال الانطلاق ديالو؟ هو من اي، كيمشي من اي حتى جي دو جي. هذا شنو هي جي اون اف؟ هي واحد جي ديال واحد اف لي اكس. جي اون اف هي جي ديال اف لي اكس. هاد اف لي اكس داله كتمشي منين؟ كتمشي من اي حتى الاف لي اي، يعني ليليمون الاصلي النواه ديال هاد الداله هادي راه كتمشي من اي، يعني جي اون اف راه كتمشي من اي جي دو جي. يعني الا كانت اف متصله على هاد المجال وجي متصله على هاد المجال، يعني جي اون اف متصلة على المجال. بخلاصة فاش كيكون عندنا مركب دالتين جي غون اف وعندنا اف متصلة وجي متصلة، الشرط باش ان جي غون اف تكون متصلة خاص بالضرورة بالضرورة تكون، لا عفوا، دابا الا عندنا جي، الا عندنا جي غون اف عندنا جي متصلة من جي لجي دو جي، وعندنا اف متصلة من اي لاف دو اي، جي اون اف متصلة على المجال اي بكل بساطة. ديما كنعقلو
بأن جون اف كتكون متصلة على المجال أو على مجموعة الانطلاق ديال الدالة الدخلانية اللي هي اف. دابا نشوف واحد المثال بالنسبة للاتصال ديال مركب دالتين. هنا واحد الدالة اف لي اكس كتساوي كوس ديال اكس كاري موان اكس بلوز ان. هنا كنلاحظوا بان عندنا مركب دالتين اللي غنقسموهم، نحطوا واحد او دي اكس كتساوي كوسينوس اكس ياك، واحد في دو اكس كتساوي اكس كاري موان اكس بلوز ان، يعني اف لي اكس كتساوي او اون في. هانتا اش قالوا لنا هنا؟ خصنا ندرسو الاف بانها متصله والجي متصله وبان اف دو اي ضمن جي. هاد نقدروا نقولوا بان جي اون اف متصله. قلنا لدينا اكس كتمشي الاي دو اكس اللي هي كوس متصلة على ار من خلال الخاصية اللي شفنا قبيلة. وعندنا تاني اكس كنعطيوها اكس كاري موان اكس بلس ان متصلة، عرفتي علاش؟ حدودية، ديما الحدودية راه متصلة. دابا الشروط بجوج درسناهم لقيناهم هما هادو. خاصنا دابا اشنو خاصنا؟ واحد الشرط اخر اللي هو اف دو اي دوماج جي، يعني الصوره ديال هاد المجموعه هادي تكون ضمن مجموعه التعريف ديال هادي. يعني خاصنا في هادي معروفه في ار، يعني في دو ار خاصها تكون ضمن مجموعه انطلاق ديال القوس اللي هي ار. هي حاجه باينه، عرفتي علاش؟ عندنا في شنو هي؟ بولينوم. ليماج ديال اي بولينوم، ليماج ديال اي اليمون بواحد البولينوم راه كتبقى في ار، يعني في دو ار راه ديما ار. دونك الى عندنا الاتصال على ار بالنسبه للاي دو اكس، ولا الاتصال على ار بالنسبه للفي دو اكس، وعندنا في دو ار ديما ار، دونك يعني بان اف دو اكس كتساوي او غون في داله متصله على اش؟ اش قلنا قبيله؟ كتكون متصله على اش؟ على النواه ديال هادي. وفي هاد الحاله ما كاينش مشكل، حيت اصلا الجروب ديك لي فونكسيون بجوج عندهم نفس مجموعه الانطلاق اللي هي ار، يعني هادي داله متصله على ار. وفي الحالات الاخرين ديما هاد المركب كيكون متصل على مجموعه الانطلاق ديال هاد الدخلانيه. في هاد الحاله عندنا ار، داكشي علاش. اخر حاجه غنشوفوها في هاد لا فيديو قبل من نحبسوا لا فيديو باش ما نطولش عليكم، هو اش عندنا؟ قال لك صوره مجال بداله متصله، قال لك صوره قطعه بداله متصله هي قطعه، وصوره مجال بداله متصله هي مجال. علاش؟ عندنا واحد الفونكسيون اف الداله اف، عندنا ثلاثه الحالات، يعني اف ديما يا اما تكون تزايديه تناقصيه ولا تكون كونستانت يعني ثابته. مثلا عندنا واحد الداله اف، عندنا واحد ليليمون ا، عندنا واحد ليليمون بي. افضوا ا مثلا هي هنايا، ناخذ هنا تزايديه، تزايديه يعني تزايديه مهما اصغر من بي، دونك اف دي ا تكون صغر من اف لي بي ياك. ها هو ليليمون هنايا اسقط هنا اف لي بي. اش كنعرفوا هنا؟ الشرط اش قال لك هنا؟ اللي كانت اف دالة متصلة، يعني من هنا لهنا راه تكون متصلة. حنا ماشي شغلنا بالضبط في الشكل، المهم مثلا تكون بحال ما هكا ياك. هي اف لي اصغر من اف لي بي، حيت اصغر من بي، وعندنا اف تزايدية، وهنا عندنا متصلة، يعني راه اي اليمون الصورة ديالو عطاتك هنا، اي اليمون الصورة ديالو عطاتك هنا. هاد المجال ا بي متصل، يعني ما كاينش فرق بين النقاط. في نفس الوقت الاتصال غيعطينا بان هاد المجال ا بي هو يكون متصل. بالنسبة لكانت اف تناقصية، اف تناقصية يعني ا تاني وهنا بي، يعني غتكون اف لي ا لفوق اف لي بي لتحت، نفس الحاجة. اف لي ا هي هادي و اف لي بي هي هادي، تناقصية. مهم عندنا تاني الاتصال، يعني
هاد النقطة هاد الصورة ديالها وهادي الصورة ديالها، أي نقطة الوسط هنا الصورة ديالها غادي تكون وسط الوسط، عرفتي علاش؟ كي هادشي كامل كيعطي هنا الاتصال، حيت الدالة اف متصلة، أي نقطة ليماج ديالها كاينة هنا، أي نقطة ليماج ديالها كاينة هنا، أي نقطة ليماج ديالها هنا، دونك أبي واحد المجال اللي هو متصل، يعني ما كاينش فرق بين نقطة ونقطة، يعني حتى ليماج ديالو اف ليماج بحال هكا دابا أ بي، هاد المجال هذا بالدالة اف كيعطينا اف دو أ اف دو بي، هنا عرفتي علاش؟ حيت هنا عندنا اف تزايدية، هنا العكس، هنا أ بي اش كتعطينا؟ تعطينا اف دو بي اف دو أ، حيت عندنا تناقصية، هذا مجال متصل بواحد الدالة اف اللي هي متصلة كيعطينا واحد مجال متصل بحالو، يعني إذا كان هذا مجال راه الصورة ديالو غتكون مجال، إذا كان قطعة راه الصورة ديالو حتى هي غتكون قطعة. المهم هادشي بالنسبة لهاد لافيديو هادي، نتمنى أنكم فهمتو، وإن شاء الله نتشوفو في لافيديو الجاي.